مكاتب الاقتراع فتحت أبوابها صباح اليوم في كاتالونيا لاختيار برلمان جديد في الانتخابات المبكرة التي دعا إليها الرئيس الحالي أرتوماس. هذه الانتخابات تشكل تحديا للحكومة الإسبانية، حيث يمكن أن تؤدي إلى استفتاء حول مستقبل المقاطعة في رابع اقتصاد في منطقة اليورو. قادة الأحزاب الرئيسية المشاركة في الانتخابات تجمعوا لالتقاط صورة جماعية لهم في برشلونة أمس، وعلى الرغم من ظهور وحدة فيما بينهم إلا أن الحملة الانتخابية كانت واحدة من أشرس المعارك في الآونة الأخيرة. حزب الشعب يأمل في الحصول على المركز الثاني في الانتخابات، حيث تركزت حملة مرشحه سانشيز كاماتشو على الانفصال عن إسبانيا والاتحاد الأوروبي، ما من شأنه أن يؤدي إلى كارثة اقتصادية. استطلاعات رأي أشارت إلى أن أكثر من نصف سكان الأقليم يريدون الانفصال عن إسبانيا بسبب الأحباط من ارتفاع نسبة البطالة والركود.